من بين آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عشرات النساء، ومن بين النساء أمهات تضاعف أمومتهن معاناة الأسر، وقد تكون الأسيرة أماً لأسرى أيضاً. أم لأربع أسرى في داخل سجون الاحتلال. بنتمي لأسرة كانت يعني سابقاً من وأنا صغيرة لوالد والدي ووالدتي وإخوتي الاثنين وأنا، يعني أسرة تتكون من خمس أفراد. تم اعتقال أبنائي الاثنين قبل ما يتم اعتقالي، اعتقال عبد الله في شهر 4، وطبعا تم اختطافه يعني ذاهب إلى شغله. سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيات تبدأ منذ لحظة الاعتقال، حين يستغل الاحتلال الأمومة سلاحا للإمعان في الاعتداء على الأسيرات. اللحظاتي الأخيرة قبل الاعتقال كنت في بيتي، أنا حطوني في زاوية في البيت وحطوا واحد من أولادي بغرفة ضربوه، وبنتي حطوها هي وبنتها في غرفة تانية، بلشوا يضربوا الأم اللي هي يعني بنتي، يضربوها بعد ما خلوها تشلح بنتها وما سمحوا لها تلبسها كمان مرة، وهي يعني أقل من 12 يوم البنت، ضلتها بدون ملابسها لساعة تقريبا وهي تبكي بدون ما ترضعها بدون ما تقرب تحملها بدون أي شيء، وهم عم بيضربوا أصلا في بنتي بالبواريد وبيحققوا معها كتحقيق أولي في الغرفة عني. ابني الثاني طبعا كنت سامع صوت ابني وبنتي وبنت بنتي وأنا موجودة بس في هذا المكان. الإمعان في الانتهاكات يصل حد حرمان الاحتلال الإسرائيلي أبناء الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة أو من أي زيارة أخرى. كنا نطمن على الأهل من خلال مش زيارة المحامي، من خلال محكمتنا لما يكون فيها محامي نسأل أقول الأهل الأولاد بخير الزوج بخير بيطمنوك عليهم. كانت زيارة لنا وحيدة من المحامي خالد زبرقة في السجن. بعض الأسيرات الأمهات تستهدفهن إسرائيل بالاعتقال وسيلة للضغط على أبنائهن المعتقلين أو أحد أفراد العائلة، ترافقه عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التهديد بقتل الأبناء، وتلك سياسة صعدت إسرائيل من استخدامها بعد 7 أكتوبر، مكنتها من إعادة رفع عدد الأسيرات إلى أكثر من 80 أسيرة رغم صفقة التبادل في نوفمبر الماضي التي حررت بموجبها عشرات الأسيرات.